هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بفيديو جديد، واليوم لدينا تحكير لعبة جديدة. اليوم لدينا لعبة بوليس كار تشيس، سأقوم بتحكيرها بتطبيق اللاكي باتشر. وهي لنبدأ الشر، أولا ندخل تطبيق اللاكي باتشر، نضغط خيار اللعبة ونضغط فتح قائمة باتشات، إنشاء ملف إيبيكا معدل، ونضغط إعادة بناء. أصدقائي، لما تتم هذه العملية سوف أرجع لكم. ورجعت لكم مرة أخرى، كما ترون قدامكم تم تحكير ملفات اللعبة. الآن نضغط انتقال إلى الملف، نضغط إلغاء التثبيت والتثبيت. سنن ننتظر، نضغط تم. الآن نضغط تحت بالأسفل إعادة بناء والتثبيت، نضغط لاجي باتشر موديفايد. أين هي اللعبة؟ اصبروا، بوليس كار تشيس. سأقوم بتثبيت اللعبة، لما تجي سوف أرجع لكم. تم تثبيت اللعبة بنجاح. الآن نضغط تم ونقوم بالدخول إلى اللعبة. انتظر انتظر قليل. حسنا، سوف أقوم بلعب تعليمات اللعبة وأرجع لكم. ورجعت لكم مرة أخرى يا أصدقاء، لقد لعبت المراحل الأولى التعليمية، والآن نضغط زيادة الأموال، نضغط أكبر كمية. وكما ترون يا أصدقائي، اللعبة مهكرة كما ترون قدامكم، اللعبة فلوس لا نهائية. أصدقائي، إلى هنا ينتهي فيديونا اليوم، وأتمنى أن تستفيدوا من طريقة الشر. وإلى اللقاء، سوف نلقاكم بفيديو آخر، ومع السلامة.